السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في القناة ديالي. اليوم إن شاء الله كما شاهدتوا في الصور اللي قبل ما بدأ الفيديو، غادي نقدم لكم إن شاء الله هذا النهار هاد كوكيز ديال البينابارا أو زبدة الفول السوداني اللي كيجي رائع، كيجيو معلكين وما فيهمش المقادير بزاف، ويعني كي ما كياخدوش الوقت بزاف ديال الطياب. إن شاء الله تبع معايا الفيديو تال الاخر، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم تاوما ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات، كما قلت لكم ما فيش المقادير بزاف، وفي نفس الوقت ما كياخدش يعني الوقت ديال الطياب بزاف. كما كتشوفوا المقادير هما دول اللي نحتاجو. عندنا هنايا نص كاس ديال السكر سنيدة، وعندنا كاس ديال السكر الاشقر براون شوغر، وهنايا عندنا بينابارا غادي نخدمو بهادي فيها 500 غرام. عندي جوج بيضات، وعندي هنايا معلقة ديال الدقيق، هادي تقدروا ديروها تقدروا تستغناو عليها. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو، كما قلت لكم ما فيهمش بزاف. نبداو ان شاء الله على بركة الله. غنبداو نديرو داك نص كاس ديال سنيدة. هنا الا ما كانش السكر هذا الاشقر يعني تقدروا ما ديروش، ديروا غير العادي، غير هو يعني كيعطي واحد المذاق، كيزيدو كيعطي واحد المذاق لهاد الكوكيز، وكيعطيهم ديك التعليكة. المهم احنا درنا السكر السنيدة وزدنا السكر الاخر. غادي ندير دابا زبدة الفول السوداني، غادي نستعملو هادي كاملة فيها 500 غرام، انا درتها كاملة. غادي نزيدو دوك جوج بيضات، قدروا نسميوه هاد يعني كوكيز ديال ضيوف الغفلة، يعني دغيا كيوجد كما قلت لكم ما كياخدش الوقت. غنضيفوا ديك معلقة كبيرة ديال الدقيق، صافي غادي نخلطوا كل شيء حتى ينسجموا العناصر كاملين. صافي نبداو نخلطوا هكذا مزيان حتى يدخلوا في بعضياتهم المقادير. هنا كنخلطو والخليط غادي يشد راسو شويه، ما غاديش يبقى هكذا جاري، اي قصح شويه كما كتشوفوا. حنا كنخلطو هو كيزيد يقصح هكا. صافي هنا راه خلطناه مزيان كما كتشوفوا كيرجع. دابا غادي ان شاء الله غادي نبداو نشكلو فيه كويرات بحال اللي كنديرو الغريبة، اسمحوا ليا. غنبقاو نكورو بحال هكا. نحطو في لاطا، نتوما كيما بغيتو يعني ديرهم في الحجم، يا كبارين يا متوسطين،
يا صغار المهم نتوما ولا حسب كيف بغيتوهم. صافي انا كملت كملت الكمية اللي عندي كاملة. غادي ناخد واحد الفرشيطة، يعني هي باش غادي نزوق لها الوجه ديال هاد الكوكيز. صافي نبقاو نشكلو نبقاو نزوقوهم بحال هكا. ملي غادي ندخلوها الفران يعني ما كتاخدش الوقت كيما قلت لكم بزاف، وغير تحمر هكذا من التحت، تشعلوا لها لتحت تشد راسها تحمر، شعلوا لها من الفوق غير باش تاخد داك اللون الفوقاني، وحاولوا ما تقيسوهاش لحقاش كتكون هشيشه، يعني دغيا لقصوها دغيا كتفرتت، هي خاصها حتى كتبرد عاد كتشد راسها. صافي غنستمروا بحال هكا، ذوقوهم هكا كيما كتجي. وكتعطي كمية يعني كبيرة. صافي انا غنستمر هكا ونتلاقاو ان شاء الله، غندخلها الفران ونتلاقاو باش تشوفوا كيف جات. الحلوة ديالنا ها هي طابت. كما قلت لكم خليوها حتى كتبرد باش كتشد راسها مزيان. صافي وكنقدموها. ها هي الحلوة ديالنا، كتجي غزالة كما قلت لكم، وكتجي معلكة ورائعة، يعني كتجي زوينة بزاف، كتجي خفيفة. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وشكرا بزاف، وما تنساوش دائما كما كنقول لكم لي لايك والتعليقات ديالكم اللي كيشجعوني، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم.